وللوقوف عند اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. سيد علي، مرحبا بكم. يعني تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، كيف ترى أوضاع المعتقلين في العراق؟ تحية لكم سيدي الكريم ومعكم الكرام. المشكلة الآن أنه في غمرة الصراعات الانتخابية وعودة الفرز وغيرها من المسرحيات اللي أصبح الشعب العراقي يرفضها تماما ولا يلتفت إليها، هناك أكثر من 150 ألف معتقل عراقي الآن يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والإذلال والإهانة والتصفية الجسدية، وتصل الأمور إلى حتى بيع يعني استئصال الكلى و يعني اعضاء بشريه منهم. هذا الامر يعني كارثه، يمثل كارثه. المنظمات الدوليه قالت ذلك بصراحه وتقولها كل يوم. المشكله في العراق يا سيدي ان هناك انهيار تام في منظومه القضاء وفي منظومه الاجهزه الامنيه والمسميات الامنيه. العراق الان يحكم من ميليشيات. هذه الميليشيات الآن سواء منها من ترتدي زي الجيش أو الشرطة أو سميها ما شئت، كلها ميليشيات. لدينا حوالي أكثر من 100 ميليشيا، لكل ميليشيا سجون وطرق ووسائل للتعذيب. والكارثة الآن هي عملية الابتزاز. نعم. عملية ابتزاز المعتقلين والذي يتم اعتقالهم كله على أساس طائفي. هناك من يجبر، من يوضع في صندوق السيارة، وهذه معلومات وصلتنا، يوضع في صندوق السيارة، يأخذ من السجن ويوضع في الصندوق الخلفي للسيارة ويأخذ إلى دائرة التسجيل العقاري في البياع أو في محيط بغداد، ويجبر على ينزل موظف دائرة التقاعد يوقع التنازل عن مزرعته أو بيته. ما يجري في ديالى الآن هو يعني عملية تغيير ديموغرافي يعني رهيبة، لأنه كلنا نعرف أن ديالى في يوم من الأيام كان المكون السمي فيها أكثر من 85% مثل. هذا المكون يراد سحقه. هل يعلم العالم الذي يتحدثون عن المقابر الجماعية سابقا أن فقط في محافظة ديالى الآن أكثر من 45 مقبرة جماعية على أيدي الميليشيات؟ طيب سيد علي، عملية الاعتقال والتعذيب والإعدام الآن كلها في العراق تتم وفق أسس غير قانونية وغير متعارف عليها ولا تخضع لأي قوانين وضعية. سيد علي، أنت تطرقت إلى انهيار القضاء في العراق، هل هذا الانهيار ساعد ولو بشكل غير مباشر في استفحال عمليات التعذيب داخل السجون؟ هل القضاء دور في ذلك سيد علي؟ يا سيدي، نحن كلنا نتذكر أن منظومة القضاء سبب انهيارها هو عملية الاجتثاث. نعم. منظومة القضاء انهارت تماما بعد أن طردوا أكثر من 1500 قاضي، وكل قاضي تكلم وتحدث ضد التعذيب أو ضد الانتهاكات في اليوم الثاني يقتل. ثم أن هناك عملية المحامين، لا وجود للمحامي في العراق. المحامي في العراق هو دورة يقتصر على الصلة بين الراشي والمرتشي. المحامي يلعب دور الرائش وفق القوانين الوضعية والشرعية، يلعب دور الرائش فقط إذا أرادوا أن يبتزون المعتقل بالأموال. أكيد انهيار منظومة القضاء في العراق تسبب في إطلاق يد الميليشيات، ثم أنه لا يوجد أي حسيب ولا رقيب لتلك الميليشيات. هل تعلم أن في العراق لا توجد محكمة للشرطة؟ أي شرطي أو يرتكب أي جناية لا توجد محكمة حاكمة، في حين محكمة الشرطة في العراق كانت قبل الاحتلال من أقوى وأكبر المؤسسات القضائية التي لها وزنها في العراق. الآن العراق يحكم من مجموعة ميليشيات لا يردعها أي رادع ولا تتورع عن ارتكاب أي جريمة ترتكبها أي جهة أخرى. ما الذي ارتكبته داعش وتورعت عنه الميليشيات وما يسمى بالحشد وما يسمى بالشرطة الاتحادية وغيرها من المسميات؟ العراق الآن أمام أكثر من 100 ميليشيا، وقبل 4 أيام اعترف
رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان بأن هناك فقط في بغداد 20 ميليشيا قيادها وتحمل السلاح وتقتل وتعتقل. هذا حال العراق الآن. من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.